السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا بالكلام عن تفسير سلسلة الأسماء. النهاردة هنتكلم عن اسم جميل جدا، وهو اسم فواز. اسم فواز يعني إيه؟ يعني إيه معنى الاسم ده لما أشوفه في المنام؟ بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة، هنشيل الألف وانطق الاسم فوز. وكأنك شخص مغلوب على أمرك، ظلمك بعض الناس إلى آخر هذه الأمور. فهذا الاسم فيه إشارة قوية جدا إلى الانتصار، إلى الفوز، سواء بقى فوز في حياتك العملية، أو فوز على بعض الأعداء، أو فوز على بعض الحقاد والحساد، هو فوز وخلاص. وطبعا دي بتختلف من شخص لآخر. أنا عندي شخص ظلمني سوف أفوز عليه وأنتصر عليه، عندي شخص حاسد وحاقد سوف أنتصر عليهم إن شاء الله ولن يضرني منهم أي ضرر. أنا شخص مجتهد في الدراسة سوف أفوز في الدراسة، وهكذا. طيب، لو رأيت شخص في المنام اسمه فواز، فهذه الصفات موجودة في هذا الشخص إذا كان معلوما لديك، حتى وإن لم يكن اسمه فواز في الحقيقة، لكن اعلم أن هذا الشخص الذي رأيته وهو اسمه فواز، هذا الشخص فيه هذه الصفات، فيه التفوق، فيه أنه سيفوز في حياته، فيه أنه سينتصر إلى آخر هذه الأمور. تظلون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.